الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بناء على ما سمعنا وما رأينا من الصور والأعمال التي عرضت عن المجاهدين في الشيشان وما حصل بينهم وما حصل منهم على أعدائهم من الانتصارات المتوالية وما يحصل من الأعداء الروس من الحيل التي يحاولون أن يذلوا بها المجاهدين الشيشانيين، نرى أنه لا مانع من متابعة نشر هذه الأشرطة وبيعها وفسحها، ونرى من آثار ذلك أن على المسلمين أن يتعاونوا على الخير وأن يمدوا إخوانهم المجاهدين بما يستطيعونه من قوة، وأن يحاولوا أن يفتكوا بالأعداء بكل حيلة، سواء مساعدة مالية أو مساعدة بدنية، حتى يذل الله تعالى الأعداء، فإن ذلك من نصر الله تعالى ومن نصر المجاهدين، لقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصرهم يكون بإمدادهم بما يتمكن حتى يواصلوا هذه العمليات التي يوقعون بها في أعدائهم النكاية والإضرار بهم، مما يكون سببا في انتصار الإسلام والمسلمين وإذلال الكفرة والمشركين، حتى يرد الله تعالى كيدهم في نحورهم، وحتى يبطل ما يدبرونه من الحيل للمسلمين في ذلك المكان وفي كل مكان. ولا شك أن الأعداء متى تمكنوا من هذه الدولة ستمتد أطماعهم إلى الدول الأخرى التي حولها، وسيحاولون أن يفتكوا بما يستطيعونه من المسلمين، وأن يقتلوا من يتمكنون منه، وأن يقضوا على الإسلام وعلى المسلمين في تلك الديار التي هي من ديار وبلاد المسلمين. فإذا تعاون المسلمون في أقطار الأرض على البر والتقوى، وأعاونوا وساعدوا إخوانهم بما يقدرون عليه، كفى الله تعالى شر الأعداء وخذلهم. ومن يتمسك بالحق ينصره الله تعالى، ومن استنصر بالله نصره. وإذا استعنا بالله تعالى وبذلنا ما نستطيعه من قوة، كان ذلك من أسباب النصر والتمكين للمسلمين والإذلال والإهانة للمشركين. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يرد كيدهم في نحورهم. نقول: اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء وبشر وبكيد يكيد به الإسلام، فأشغلهم في نفوسهم واردد كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فأذهب عنا غيظ صدورهم. اللهم عليك بالطغاة الظلمة المعتدين من الروس والنصارى والصليبيين وسائر المشركين. اللهم انتقم منهم فإنك عزيز الانتقام. اللهم اشتد عليهم وطأتك وارفع عنهم يدك، ومزقهم كل ممزق، وانتقم منهم فإنك عزيز الانتقام يا رب العالمين. نتواصى أيها المسلمون بأن ندعو على هؤلاء الكفار بما نقدر عليه، وأن ندعو للمسلمين المجاهدين في ذلك المكان وفي سائر أماكن المسلمين التي يلاقون فيها أعداءهم والتي يبذلون فيها ما يستطيعون، لعل الله تعالى أن يستجيب دعوة مسلم فيمكن للمؤمنين ويظهر دينه ويعلي كلمته، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على محمد.